جاهزين؟ أوكي، السلام عليكم. في البداية حابة أتكلم، أنا ساعة معاكم تاني، ده تاني عشان هي أونلاين إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد مختلف عن موضوع المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن جي سويت. أنا مين الأول؟ أنا سماح علي، باك إند ديفلوبر. ونتكلم عن الجي سويت شوية بشكل عملي. طيب، خلينا الأول ناخد خلفية كده أو فكرة عامة عن الموضوع قبل إيه هو أصلاً الجي سويت. الجي سويت دي زي مجموعة كده، مجموعة متكاملة من الحلول أو التطبيقات بيزد كلاود، اللي هي تطبيقات سحابية كلها موجودة على في أي وقت، بتخدم أكتر من جهاز مع بعض. بتهدف لإيه أو إيه الغرض منها؟ هو بس بتمكن الشخص اللي حابب يستخدمها أو اللي مشترك فيها بإنه يقدر يعمل التطبيقات ويخزنها بالطريقة اللي تعجبه، كمان يقدر يوصل لها زي ما اتفقنا في أي وقت في أي مكان، باستخدام مختلف الأجهزة، باستخدام مختلف ايا كان امكانيات جهازك ايه تقدر توصل لها. احنا عموما في اي مستخدم اندرويد او للويب حتى، لازم او اغلبنا عنده اكونت جيميل. اكونت الجيميل او اكونت جوجل اللي عندك بيمنحك بعض التطبيقات اللي موجوده زي الجيميل، الهانج اوت، الكالندر، الدرايف وغيرهم من التطبيقات اللي بتظهر من الجزء ده. One minute. لو ضغطنا على المكعب او التسع نقاط اللي بيظهروا بقدر اكسس الابس دي. طيب، بس الابس دي بيقدر ياكسس الابس دي بينها ولا مدفوعه، خدمه مدفوعه الاجر، بتديك صلاحيات وبتديك إمكانيات أكبر من اللي موجودة للمستخدم الفري. عشان نقدر نوصل للإمكانيات دي، أعرفكم Qwiklabs. Qwiklabs هو زي بلاتفورم أو موقع. البلاتفورم أو الموقع دي مجهزة عليها كورسات جاهزة فور فري، تقدر تتعلم عليها ازاي تستخدم زي الجي سويت مثلا موضوعنا النهارده، او انك مثلا تتعلم ماشين ليرنينج او كلاود. طيب، ايه الفرق ما بينها وما بين اي حاجه تانية؟ Qwiklabs بيديك البلاتفورم بشكل خطوه خطوه لحد ما توصل لنتيجه في الاخر، ويكون كل ليسون او كل درس زي ما هنتعلم النهارده بتطلع متعلم منه حاجه بشكل عملي بتطبق بايدك. تمام. Qwiklabs مش فور فري، بالعكس Qwiklabs مدفوع، ولكن النهارده في السيشن هيكون عن طريق ان انت تدخل على اللينك ده تاخد فري مانث على Qwiklabs، شهر مجانا تقدر تستخدم او تتعلم فيه اللي انت عايزه. طيب، عشان احصل على الشهر ده ايه اللي مطلوب لي؟ كل اللي مطلوب مننا ان احنا ناكسس اللينك ده bit.ly اللي هو bit.ly/gsu-feb05. ده اللينك اللي المفروض تاكسس عليه Qwiklabs عشان تقدر تحصل على الشهر. انا همشي معاكم عملي ازاي نقدر ناخد الشهر على Qwiklabs.
خطوة بخطوة. ولو حد بيطبق معايا ووقفت معايا مشكلة يقدر يكتب لي كومنت في اللايف شات. اوكي ادي اللينك هناخده كوبي. انا بعمل ايه علشان اقدر احصل على الشهر مجانا على Qwiklabs؟ طيب اول خطوة انا خدت اللينك. تاني خطوة على طول انا هفتح الانكوجنيتو ويندو. ايه هو الانكوجنيتو ويندو؟ دوت متصفح متخفي اقدر افتحه باكتر من طريق. اقدر افتحه عن طريق كليك يمين على البراوزر بتاعي او المتصفح واختار نيو انكوجنيتو ويندو، او ان انا اجي تحت هلاقي ثلاث نقاط اقدر اجيب منها النيو انكوجنيتو ويندو، او ان انا باختصار شديد هضغط على الكيبورد كليك شيفت ان ويتفتح لي الويندو جديدة انكوجنيتو. بعرفها منين؟ بتبقى دارك سين، بتبقى لونها اسود. ثانيا بيبقى دايما ليها اللوجو بتاع النظارة والطاقية الشخص المتخفي. تمام، هضغط على هو اوريدي كده كده هيفتح لي تاب جديدة، فانا حطيت اللينك في اليو ار ال وضغطت انتر. هو تمام دخلني على الكويست او الكورس اللي احنا ناخده النهارده. بس ممكن في العادي ان وانت بتضغط على اللينك الاول مره يجي لك صفحه تانية يقول لك اختار الكويست اللي انت داخل تاخده. هنختار انه كويست، هنختار الكويست اللي احنا داخلين نتعلمه النهارده عادي جي سويت. هننزل شويه ونلاقيه، ولما ندخل قدامنا حلين، يا اما هتعمل جوين يا اما هتعمل. ايه الفرق بين الطبيعي؟ ان لو انت عندك already account، نفترض ان انت حضرت قبل كده سيشن معانا وعملت account على Qwiklabs والنهارده جاي تكمل learning، او ان دي مثلا اول مره ليك معانا، فانت هتضغط على join وتبدا تسجل. لينا نرجع للسلايدز بتاعتنا. اوكي فsign in already، هتدوس على اليوزر الباسورد وتعمل ساين ان، وانت كده خلاص بقيت جاهز للنكست ستيبس. طيب لو جوين، هتضغط جوين برضو وهتستخدم الفيرست نيم واللاست نيم، وهتبدا تفعل الداتا بتاعتك في الاماكن بتاعتها. او في الحالتين انا كسماح بعمل ايه؟ بضغط ساين ان ويز جوجل وادخل بالاكونت بتاعي على جوجل. اهم حاجه بس ما ننساش لما نيجي نعمل جوين لاول مره في السند مي، وهنعرف ليه قدام. خلاص احنا كده جاهزين والمفروض ان احنا تمام عشان نشتغل الكورس بتاعنا. تعالوا انا بقى كسماح اعمل ساين ان ويز جوجل. دخلت الميل بتاعي، وادي الباسورد. اوكي اول ما بتخش على الكويست هتلاقي العلامه دي كانت زرقاء زي ما كانت قبل ما نعمل ساين ان، علشان نتاكد ان احنا اوريدي عملنا انرول في الكويست بنضغط على العلامه الزرقاء دي او نضغط على انرول لحد ما تتحول لشكل الاحمر. خلاص احنا كده جاهزين ناخد اول ليسون في الكورس ده. اول ليسون هو اول لاب اللي هنتكلم عنه هو الجيميل. اغلبنا عموما عارف استخدامات، ببعت لحد ميل او بالميلات. يبقى معايا الدومين بتاعي بيبدا يبعت لي. طيب ايه اللي ممكن يكون الجيميل بيعرضها عليا، او الحاجات الجديده او المختلفه في الجيميل؟ تعالوا الاول نتعرف على شكل Qwiklabs عشان نبقى فاميليار مع الشكل العام وما نتلخبطش.
كويكلابس عموما زي ما عملنا في الاول كان للكورس هو عبارة عن كويست مجموعة من الكورسات. احنا ممكن نرجع خطوة يديك في الاول اسم وبعد كده بيديك ريكويست بتاعته وبعد كده بيديك الاول عبارة عن لابس. لحظة اوكي بعتذر جدا على المقاطعه. خلينا نكمل مكان ما وقفنا. كنا بنتكلم عن ان الكويست عباره عن مجموعه من اللابات. اول لاب كان الجيميل وده اللي هنتعرف عليه وبعد كده مجموعه من اللابات او باقي الكويست يعني. طيب ايه اللي انا محتاجه اعرفه في كل كويست؟ بيديني المستوى بتاع الكويست، هل الكويست ده ادفانسد او عادي ممكن لشخص مبتدئ انه يحضر الكويست، او مستويات عموما الشخص اللي داخل علشان ياخده ويتعلم. كام ستيب او خلينا نقول هو كام لاب هتقدر تاخده في كام خطوة؟ استيميشن عموما بيديك رينج في التايم ممكن تقدر تخلص فيه، بس مش شرط انه يخلص في ساعتين، ممكن يخلص في اقل بكتير. ان انت معاك كريدتس، اشتريت كريدتس وبتتعلم بالكريدتس اللي انت اشتريتها. تمام. طيب احنا معانا كريدتس؟ لا، احنا معانا حاجه اسمها سبسكريبشن، ودي عشان تتاكد ان انت خدتها ان انت لازم تدخل عن طريق اللينك اللي احنا دخلنا منه، اللي هو اللينك اللي احنا ظهرناه في الاول. لما بتدخل على اللينك ده بيديك حاجه اسمها فري مانس او فري سبسكريبشن لمدة شهر. طيب اتأكد منين ان انا خدتها؟ مفروض على الجهة اليمين او الشمال لو انت الاوريدي الويندو بتاعتك بالعربي. لو ضغطت على الصورة هتلاقي في حاجة اسمها monthly subscriptions، هي المفروض تبقى zero credits او عدد من الكريدتس لو انت بتتعامل بالكريدتس، ولكن هي بتتحول لمونثلي سبسكريبشنز اول ما انت بتاخد السبسكريبشن او اول ما خلاص بتبقى تميت بنجاح ان انت خدت الشهر. تمام. اوكي ايه تاني في الكويك لابس نقدر نعرفه؟ كويك لابس هو قلنا عباره عن كورسز، لو جبنا الهو مثلا الهو عباره عن الانرول فيها، الفيفوريتس بتاعتك، الفيتشر ليرنينج دي كورسز جديده هو بيعرفك عليها او بيقترحها عليك، وفي ريكومند الثانيه. بالنسبه للكتالوج هنا هتلاقي فيها لستد كل الكويستس اللي موجوده على كويكلابس. لو حابب تتعلم جي سي بي كلاود، حابب تتعلم ديف اوبس، حابب تتعلم ايا كان انت حابب تتعلم ايه، تقدر تدخل على اي كويست وتعمل انرول طول ما معاك الشهر وتقدر تتعلم. تعالوا نرجع للكورس بتاعنا. طيب تعالوا بقى نشوف هنتعلم ايه النهارده. هنا نرجع للسلايدز. تمام احنا دخلنا. اوكي احنا كده جاهزين ندخل على أول لاب. إيه شكل اللاب أو الحاجة اللي ظهرالي؟ أول حاجة اللاب بيبقى عبارة عن بيديك الاسم، بيديك أوفر فيو عموما عن اللاب، إيه هو الجيميل، بيعمل إيه، بتقدر تستخدمه إزاي، إيه اللي أنت هتعمله، اللي انت هتعمله في اللاب دوت او اللي انت هتتعلمه. احنا هنكريت ونسند ايميل
وهنشوف نقدر نمانج الانبوكس بتاعنا ازاي, السيجنتشرز وهنعرف يعني ايه سيجنتشرز, ازاي اكسس الكالندر, النوتس, التاسكات وهكذا. واوريدي بيبقى جايب لك هيدلاينز على هايلايت على جنب كده, بيبدا مقسم لك الكورس او اللاب يعني مجموعه من الهيدلاينز تقدر تتصفح ما بينهم. طيب احنا جاهزين, نضغط ستارت لاب. احنا نعمل ايه؟ هنيوز سبسكريبشن ومش هنلونش ويز اكسس كود, هنيوز سبسكريبشن مهم جدا. دي السبسكريبشن اللي احنا حصلنا عليها خلال شهر, تمام. مفروض ان هو هنا هيديني حاجه اسمها لاب ريسورسز لحد ما تظهر معانا. تعالوا نتعرف اللاب فيه ايه تاني, ايه اللي انت محتاجه علشان تعرف تتعلم على كويك لابس. انت محتاج براوزر ويفضل يكون كروم. بيقول لك ان الافريج تايم اللي انت تقدر تخلصه 10, يعني اللاب ممكن يخلص في 10 دقايق عادي, بس هو اوريدي مديك ساعه تقدر تستخدمها بخطوات, او حابب تتعلم بشكل متوسع اكتر, او لو حتى زي مثلا بتشرح لحد تاني فانت محتاج وقت ما بين كل خطوه وخطوه ان انت تتكلم, فده وقت اكبر, فهو اوريدي كده كده مديك ساعه كامله. بس بيقول لك انه في حاله ان انت عملت ستارت انت ما تقدرش توقفه, يعني ما ينفعش توقف التايمر, هو مديك ساعه مثل اللاب فالتايمر ابتدى يقل, تمام. التايمر لما ابتدي, لنفترض ان انا حصل لي انتربت وانا بذاكر ينفع اوقف التايمر واعمل حاجه وارجع تاني, لا للاسف التايمر هيفضل يقل لحد ما ينتهي. ف جوستن كي خلاص انت قررت تقعد تذاكر, حاول ما يكونش في جنبك اي ديستراكشنز او حاجات ممكن تخليك تقطع وقت مذاكرتك عشان تقدر تستفاد من الساعه كامله. بس اوريدي ساعه كتير قوي على اللاب, فانت تقدر تخلصه في وقت اقل من كده, ففي الفري جدا ان انت تاخد راحتك وانت شغال, ما تتسرعش في اي. اول ما بخلص اللاب بدوس اند لاب عادي جدا, انا كده بتميت اللاب بتاعي. طيب ايه اللي اتفتح لي ده, او الشيء اللي احنا كنا منتظرينه ده, او اليوزر نيم والباسورد اللي انا هستخدمهم في ان انا اتعلم على اللاب. الحاجات اللي انا هطبقها على كويك لابس عموما بتستخدم اكاونتس معموله فما ينفعش انا اطبق الحاجات ديت دايركتلي من اللاب للاكاونت بتاعي, جوست ان كيس مثلا انه حصل فيه مشكله او حاجه باظ او حاجه انا ما عرفتش اصلحها بعدين. طيب ايه اللي بيحصل, انه جوجل قالت لك لا احنا كل لاب هنوفر يوزر نيم وباسورد اكاونت مش وهمي, بس خلينا نقول وهمي, الشخص كل اللي بيعمله جوجل كونسول, وان بي كيرفول يعني خلينا حريصين جدا انه ساين ان. خلاص انا دخلت على جوجل كونسول وابتديت اتعلم في اللاب, بختار الاكاونت بتاعي كود في اللاب مش الاكاونت الشخصي, مش هاخد مثلا افترض ان انا سماح اجي او سماح ايا كان الدومين بتاعي ما بدخلش بيه, انا بدخل باليوزر نيم, باخده كوبي من هنا او حتى بظلله بدخل بيه. الباسورد بيبقى اوريدي هو كمان متاح بالنسبه لي, ادي كمان الباسورد. خلني على ايه, يبدا يدخلني بقى على الجي سويت ويبدا يوريني, خليني اوريكم, يبدا يوريني الاكونت بتاعي على الجي سويت. اول حاجه بيديني الاجنت, بيقول لي انت موافق على الكلام دوت, انا موافق. وبعدين هيبدا يدخل لي في الادمن, تمام. انا اكسبت التيرمز الاول, وبعدين دخل كده على الادمن كونسول.
ايه هو الادمن كونسول وليه انا ما بشوفش حاجه زي كده على اكونت الجيميل بتاعي؟ لان اكونت الجيميل بتاعي هو اكونت فور فري، فهو مديني مجموعه من الابس بصلاحيات معينه زي ما اتفقنا في اول السيشن. دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا الجيميل انا بستقبل، عباره عن اخزن بليمت ستورج. طيب ايه ليه ما عنديش ادمن كونسول، او ايه فايده الادمن كونسول؟ تعالوا نتعرف شويه على الحاجات اللي بتظهر عندي في الادمن كونسول ونعرف الفرق ما بينها وما بين اكونت الجيميل العادي. اكونت الجيميل العادي ما يقدرش يديني مانج على اليوزرز لان انا اليوزر الوحيد اللي موجود، لكن انا في الجي سويت اقدر اعمل مثلا لنفترض ان انا عندي شركه واحنا جروب شغالين على حاجه واحده، فانا اقدر اضيف الناس او الجروب بتاعي كيوزرز، واقدر كمان اتحكم في الاكسس بيرميشن بتاعهم بس يشوف الكلام ده، او مين الشخص اللي يقدر يأدت مين الشخص هي اشبه بالظبط بانه بيديك صلاحيات بشكل اكبر، بحيث ان انت تاخد راحتك في ان انت تعمل سيرفيسز كبيره، زي مثلا نفترض ان انت زي ما قلنا بتدير شركه وهكذا. لو مثلا بتكريت جروب، لو انت عندك جروبس من الناس دايما بتبعت لهم نفس الميل وغيرهم من الصلاحيات، تقدر تمانج الاب كلاود، تقدر تمانج الابس بتاعتك، تقدر تتحكم في الدومين. كمان الدومين او الدومينز اللي موجوده هنا، الاكونت بتاعك ما بيبقاش في الجي سويت at google او at gmail.com، لا خالص. انت في دومين، وده الميزة يعتبر في الجي سويت كمان، ان انت في دومين بتقدر تكستمايز الدومين ده لنفسك. انا مثلا عندي شركة اسمها سماح، فانا هكتب s@samah.com، ده الدومين ده اللي الشركة اسمها s او xyz، f@xyz.com. وغيرها بقى من السيرفيس زي سيكيورتي، زي ريبورتس، بيلينج، لنفترض ان انا عندي بيلينج بدفعها وعندي سبسكريبشنز، وادمن رول وديفايسز. لو انا عندي مثلا بتعامل مع ابلكيشن او عندي اكتر من ديفايس باكتر من نوع، اقدر تعرفنا شويه او خدنا فكره عامه عن الادمن كونسول، وابتدينا نشوف اول فرق بعنينا، الفرق ما بين الاكاونت العادي او الجيميل او الابس عموما بتاعه جوجل اللي بتديها لي مع اكاونت جوجل، وما بين الجي سويت، وعرفنا ان في فرق وفي بيرميشنز اعلى بكتير. طيب اقدر اوصل للابلكيشنز ازاي؟ زي ما بنوصل لها في العادي، انه اتفقنا ان احنا لما بنضغط على التسع نقط دي بيدخلنا بالاكاونت العادي. انا مثلا لو فاتحه الاكاونت الشخصي بتاعي غالبا هشوف نفس اللي انا بشوفه هنا، ولكن باختلاف شويه حاجات وشويه برميشنز زياده، ولكن هي نفسها: جوجل سيرش، مابس، جيميل، يوتيوب، بلاي ستور، درايف، ذا سيم. طيب تعالوا بقى نبدا نتعرف على الجيميل. ادي الجيميل، اتمنى ما يفتحش بتاعي بس، لا هو في الغالب فتح بتاعي، مفيش مشكله خالص. طيب هو بيعمل كده معايا عادي، بس هتتصلح. تعالوا نجرب ندخل تاني. الميل والباسورد، على الجيميل من الميل والباسورد اللي هو مديهولي في اللاب.
هو اصلا دايما المره اللي فاتت يعني عمل معايا نفس المشكله، بس دخل بعدها على طول. برضو هنا يفتح بتاعي انا، هو بيدخل على الاكونت الشخصي ليا، فاحنا ممكن نعمل ايه، ممكن نقفل تاني ونعمل اوبن جوجل كونسول من جديد ونساين ان من اول وجديد. واوريدي عامل ساين ان للاكونت بتاعي، الاكونت اللي موجود في اللاب، جي سويت يوزر. طيب احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نقفل خالص ده، ودي ممكن تحصل معانا كتير على كويك لابس، كويس ان هي واجهتنا في اللايف. ونرجع للسلايدز بتاعتنا ونقف عند having trouble. لو نفترض ان انا واجهتني مشكلة زي دي او زي اللي واجهتنا في اول لاب او اي مشكلة تانية، انا عندي فئتين، حاجة هو بتحصل وممكن تتكرر، ممكن تبقى في ستيب وانت بتطبق حاجة معينة جوه اللاب، او في انك حتى مش عارف تاكسس البلاتفورم اللي انت المفروض تتعلم عليها، او انه اللاب نفسه ما بيفتحش او مش شغال معاك. تقدر تعمل ايه، ممكن نعمل ساين اوت عادي من الكويك لابس كله ونعمل ساين باك او ساين ان من تاني، اللي هو هنعمل تسجيل خروج ونعمل تسجيل دخول من شكل تاني، وزي فنقدر واحنا داخلين المره الجايه نلاقي المشكله اتحلت. او ان انا مثلا بيبقى عندي فين كويك لابس، بيبقى عندي حاجه هنا تحت اسمها شات. عباره عن ايه الشات دوت؟ ده دعم فني، بتكتب النيم والميل بتاعك وبتكتب المسج بتاعتك، بيبدا يتواصل معاك دايركتلي في نفس الوقت شخص من كويك لابس نفسه، بيبدا يتواصل معاك ويفهم منك المشكله وياخد منك سكرين شوتس ان لزم الامر ويحلها لك. انا بصراحه جت كل مره الحمد لله بتتحل. خلينا ناخد بريك 5 دقايق، نفتح الجيميل تاني ونرجع تاني. فين فين؟
تمام، احنا هنرجع لللاب بتاعنا. انا حاولت ادخل اخرج سوري واطلع وادخل تاني، ولكن للاسف المشكله ما اتحلتش. فاحنا ممكن نكتفي في الجيميل، نكتفي بان احنا نبص على الصور اللي موجوده في اللاب. وصلنا خطوه هنا، بس هي مش معنى ان هي ما اشتغلتش معايا ان هي ما اشتغلتش مش هتشتغل معاكو، لا عادي. جرب انت كمان تخش على mail.com وتطبق نفس الخطوات اللي هتظهر في اللاب او اللي احنا هنطبقها هنا. طيب الجيميل هو باختصار جدا زي ابلكيشن موجود على الكلاود، زي ما قلنا هو تطبيق سحابي. الفكره في الجيميل انه انا مثلا نفترض ان انا ببعت ميل وبستقبل ايميل، وبيبقى عندي انبوكس، وبيبقى عندي درافتس، بيبقى عندي سنت ميلز. خلينا هنا نبص الأول الكويست أو اللاب. بيقول لك أول ما بتخش على أوبن جيميل هيظهر لك أنت المفروض تضغط هنا. تمام مظبوط، هيظهر لك حاجة كده بتقول لك ويلكم تو جيميل، على أساس إن ده أول أكسس ليك بالأكونت. فأنت هتدوس نيكست وهتبقى موجود على اكاونت الجيسويت. لو ركزنا او لاحظنا اللي بيظهر في الجزء ده، هتلاقي مكتوب هنا جي سويت، يبقى كده انت على اكاونت او على حقيبة الجي سويت اللي موجود فيها الجيميل. فانت بتتحكم بدومين مختلف تماما بصلاح الميل العادي بتاعك. بيقولك ان الثلاث خطوات دول او الثلاث سطور اللي ورا بعض تقدر لو ضغطت عليهم ان انت توسع مكان اكتر في الشاشة وللإيميلات بتاعتك، بحيث ان هي تبقى مستحوذة على النسبة الكبيرة. طيب تعالوا مع بعض كده نكريت ونسنت ونعرف ازاي كمان بنشوف الريسيفد ايه. لو فتحنا الميل هنلاقي فيه حاجة كده اسمها الزائد دي، لو ضغطنا عليها نقدر نبعت الميل. طيب اول ما بضغط عليها بلاقي في ويندو اتفتحت لي بالشكل ده. الويندو دي بتقول لي ايه؟ الويندو دي بتقول لي ان انت حاليا على وشك ان انت تكتب مسج جديده. بيديني كلمه تو اللي هو لو انت عايز تبعت المسج لمين، نقدر نحط الايميلات اللي انا عايزه ابعتها، السبجكت، العنوان للشخص سوري العنوان او عنوان الميل اللي انا عايز ابعته. بيقول لك انه من هنا تقدر تكلوز او حتى تسيف، من هنا تمينيمايز، من هنا لو مش حابب ان الويندو تبقى صغيره وعايز تعملها فول سكرين. في كمان ميزه حلوه قوي موجوده سواء عندك في الاكونت او في الجي سويت، انه في حاله ان انت بدات تكتب ايميل جديد فانت بتكتب كانك بالظبط بتكتب في درافت جديده. يعني انت بدات ضغطت على علامة عيد وابتدى عن فعلا ميل جديد بالشكل ده، ابتديت تكتب الميل والسبجكت بتاعك والبادي بتاع الميل بتاعك او الكلام اللي انت حابب تكتبه. الميل ده مسافة ما بتكتب اي حاجة فيه بيبدأ يتسجل بشكل تلقائي في حاجة اسمها درافت. ايه درافت دي؟ خلينا نقول ان هي مثلا زي نوتس. النوتس دي بتتحفظ اسمها درافت. في حاله ان انت قفلت الميل مثلا او حصل انتربت او الانترنت كونكشن بتاعك واقع او ايا كان اللي حصل، بيبدا هو يسترجع الكلام دوت من الدرافت. يعني انت اي حاجه بتكتبها بدون حتى ما تضغط سند او سيف هو بيسيبها في الدرافت. اوكي، تحت خالص كده خلينا نجيبها من السكرين اللي قبلها.
بيبقى أقدر أتحكم فيها في شكل التكست اللي أنا بكتبه، في الاتاتشز أو الحاجات اللي أنا حابة أضيفها للمسج نفسها. زي مثلا هنا، من هنا تقدر ان انت تلغي الدرافت كلها، تقدر تأتاتش فايل لو انت عايز تبعت فايل. نفترض مثلا ان انا ببعت ميل لشركة وحابة ابعت معاها فايل شيت مثلا او فايل جوجل ديكومنتس او ايا كان نوع الفايل اللي انا عايز ابعته. لو مثلا الفايل دوت على اللوكال ستوريج بتاعتي ببعته من هنا من شكل الدبوت، لا هو مش على اللوكال ستوريج بتاعتي، مش على اللابتوب او مش على الجهاز، لا هو موجود على الدرايف بتاعي او على الكلاود ستوريج بتاعتي، بقدر اضيفها من هنا. اقدر كمان اتاتش عادي صوره او اتاتش كل يعني اتاتش انسيرت كمان ايموجي او كل اللي انا حباه. خلاص تمام، انا كتبت المسج اللي انا حباها مع الميل الشخص الدومين بتاعه اللي هبعته له، وكمان السبجكت. انا تمام جاهزه ان انا اسند، مش ناسي حاجه وكله زي الفل. وابتديت اضغط على كلمه سند علشان ابعت المسج او الميل. في حاله ان انا مثلا نفترض ان انا زي في الميل دوت الاكزامبل ده بيقول لي هو هيبعت لسمس، هيبعت له الميتنج وابتدى يكلمه عن الميتنج بتاع النهارده وذكر له الميعاد، وبعد ما بعت سند بعت الميل خلاص نسي ان هو ما بعتش اللوكيشن. طب هل في طريقه، هل ان انا مثلا محتاجه ارجع اري سند تاني الميل؟ لا عادي خالص، انت ممكن عندك اوبشن، بس الاوبشن ده محدود شويه، ان انا اعمل اندو للسندنج يور ايميل. انا خلاص ابتديت اعمل سند، بيبتدي يظهر لي تحت كلمه اي سند مسج سند، اقدر اضغط على اندو هيرجع يفتح لي الدرافت تاني اللي انا كنت بكتب فيها، واقدر ازود ساعتها بقى اللوكيشن او احط الايديتس اللي انا محتاجاها وبعد كده ابعت سند. بس للاسف ان الاندو هو ليميتد جدا ل 5 سكندز، يعني انت معاك 5 ثواني بالظبط افتكرت اللي انت عايز تايديت عليه هتقدر تعمل اندو وتعمل ايديت عادي. ما افتكرتش عادي جدا بتقدر تعمل مسج جديده وتقدر تبعتها. ولكن عندنا في الجي سويت او في الميل في الاكاونت بتاعك على الجي سويت تقدر تتحكم في المده اللي تقدر تعمل منها اندو. يعني لو افترض مثلا ان هو بيقول لك ان الباي ديفولت ان انت معاك 5 ثواني، انت عايز مده اكبر شويه من 5 ثواني، بتيجي من عند السيتنجز هنا وتختار الجنرال تاب، وتيجي في السيتنجز نفسها تحت الجنرال هتلاقي في حاجه اسمها اندو سند. الاندو سند كانسليشن بيريد معاك اب تو 30 ثانيه، يعني انت تقدر تتحكم في المده اللي يظهر فيها البوتوم بتاع الاندو سند. انت عملت سند للمسج تقدر تتحكم في المده اللي تقدر تراجع فيها نفسك، ولكن للاسف هي ليميتد، اكتر حاجه تقدر تعملها هي 30 ثانيه. بتغير عادي الكانسليشن وما تنساش تعمل سيف للتشينجز، وبعدها عادي جدا بترجع للسكرين بتاعتك وبتضغط سند وبتبعت ميل. طيب تعالوا نخش بقى في انا خلاص بعت ايميل والشخص اللي انا بعت له ايميل ده رد عليا. انا الايميلات الجديده او الايميلات اللي انا بستقبلها بتوصلني فين؟ الايميلز اللي انا بستقبلها بتوصلني بحاجه اسمها انبوكس، وبتبقى بتكست او بفونت بارز لونه اسود غامق، تقدر تميزها عن الانريد. عن الريد، الانريد هي اللي بيبقى لونها بارز، انما الريد اللي انا خلاص قريتها بتبدا البولد بتاعها يخف شويه. اوكي، في الجنرال تاب بيقول لك اوكي عشان اوبن ايميل، عشان افتح ايميل من الانبوكس بتاعي بعمل ايه؟ بضغط عادي على السبجكت او على البادي نفسه بتاع الايميل، هو بيبقى زي رو كامله، اضغط عليها هيفتح لي الايميل. باي ديفولت انا عندي نفترض ادي جيميل تيم بعت لي ميل، فانا رديت عليهم بميل تاني.
باي ديفولت الجيميل بيعمل ايه؟ بيجروب كل الايميلات دي، طالما كلنا يعني انا مثلا ببعت للجيميل والجيميل بعت لي تاني وهو بعت لي، وابتدينا نتراسل اكتر من 4-5 ايميلات مع بعض. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ هل الانبوكس بتاعي بيبقى ورا بعض ورا بعض بالشكل ده؟ لا، الجيميل باي ديفولت بيجروب كل المسجات دي، بتلاقيها في ثريد واحد، بتبقى شبه الكونفرسيشن، محادثة، الميل بتاعك والرد بتاعه والميل بتاعك والرد بتاعه وهكذا. طيب ازاي تقدر تتحكم في الكونفرسيشن فيو؟ برضو زي ما دخلنا وتحكمنا في الاندو سيتنج، هنخش برضو على الجنرال. من السيتنج هنخش على التاب بتاع الجنرال ونختار الكونفرسيشن فيو. لو انا عايزاها موجوده بختارها اون، لو انا مش عايزاها موجوده بختارها اوف. تمام. ريبلاي او الفورورد ايميل، هو هنا بيديك معلومه، بيقول لك انه في Qwiklabs انت ما تقدرش تستقبل ايميلات من external account. ليه؟ لان الايميل بتاعك من الجيميل تيم هو اوريدي، يعني اوريدي الايميل اللي انت واخده وداخل عليه على Qwiklabs هو ايميل تعليمي، فانت ما بتستقبلش وما بتستخدموش استخدام شخصي، ما تقدرش تبعت او تستقبل من عليه. طيب علشان تريبلاي تو سينج الايميل بنعمل ايه؟ بنفتح الميل نفسه، ادي ايميل، بيبقى عندي 2 اوبشن تحت، بيبقى عندي اوبشن الريبلاي وبيبقى عندي اوبشن الفورورد. الريبلاي دي ان انا هضغط عليها هي جديده وابدا اتكلم، هو بيبقى خلاص محدد باي ديفولت ان انا بتاع الشخص اللي بعت لي اوريدي الايميل، وببدا اكتب المسج اللي انا عايز اكتبها. جوست ان كيس انه ما لقيتهاش هنا او انا مش لاقيها هنا، ممكن كمان تلاقيها جات اللي انت الديت اللي انت استقبلت بيه الميل على الجنب كده، بيبقى ليها شورت كات ايكون، دي كمان تطلب منها ريبلاي. طيب انا لو عايزه اعمل فورورد، بمعنى ان انا عندي الميل دوت وانا عايزه ابعته زي ما هو لشخص تاني، انا وصلني ميل من جيميل بيتكلم عن كومبيتيشن معينه وانا عايزه ابعتها لحد زميلي يشوف نفس الميل اللي انا شفته، بعمل بضغط على الكلمه بالشكل ده، مختلفه السهم بتاع الريبلاي مختلف خالص السهم بتاع الفورورد، وببدا اختار الميل اللي انا عايزه افورورد ليه المسج، وبيبدا الشخص اللي انا بعت له المسج يستقبل نفس الميل اللي هو اللي انا استقبلته او اللي انا عملته له فورورد. طيب لنفترض ان انا مثلا عايزه ابعت ميل لخمسه، انا في تيم ومعايا جروب من 5 اشخاص، انا عايزه ابعت لهم نفس الميل احنا هنعمل، وانا عايزه ابعت لكم ايميل بالميعاد واللوكيشن، بعمل ايه؟ خلاص انا ابتديت ميل جديد وضغطت على زائد، في حاجه اسمها تو. تو دي اقدر اضيف فيها اكتر من شخص، مش شخص واحد، يعني اقدر مثلا زي سميث اقدر اضيف سماح، اقدر اضيف فلان، اقدر اضيف وهكذا، وبزود عدد الاشخاص اللي انا عايزاهم. جنب كل شخص انا بحط الميل بتاعه، بعد ما بضغط انتر وابدا ادخل اللي بعده بيظهر لي على هيئه الشكل اللي احنا شايفينه ده، وجنبه علامه اكس. عن طريق علامه الاكس دي انا اريموف الشخص دوت من انه يستقبل الايميل ده من ضمن الجروب. خلاص انا مثلا ضغطت كتبت الاشخاص بتوعي اهو، كتبت وابتديت اختار الشخص، وعملت سند. بيقول لك بقى ان في اوبشن تاني، انه نفترض ان انا سميث انا بعت له ايميل قبل كده، هو شخص معايا في الشركه وبيننا ايميلات كتيره جدا، باي ديفولت الجيميل بيبدا يتعلم ان الشخص كتير فبيحفظ الميل بتاعه عنده، وانت اول ما بتضغط على الجي بيبدا يديك اوبشن فبيكتب الايميل كل مره من اول وجديد. لا، كل مره انت هتضغط على الجي هيظهر لك الايميل تاني بتاع الشخص وتقدر تراسله.
اوكي. طيب ان انا ميل جاي لي من الشركة بتاعتي وفي اتاتشمنت، ازاي اسيف او اداونلود الاتاتشمنت دي؟ ازاي الاول ابعتها كمان؟ علشان ابعت اتاتشمنت احنا اتفقنا فوق في السكرين شوت هتظهر تاني. لا مش ايوه، انا العلامه دي اقدر اخد من اللوكال ستورج زي ما اتفقنا اتاتش، وبيظهر عندي ويندو بختار مكان الشخص او الفايل اللي انا محتاجه ابعته وبضغط سن. دي في حاله ان انا عايزه ابعت فايل. طيب لو في حاله ان انا استقبلت فايل وعايزه اشوفه او اعمل له داونلود وسيف، هنا الخطوات بيقول لك ابعت لنفسك ايميل وابعت له الصورة دي وشوف هتقدر تشوفها او تعمل لها داونلود ازاي. انا في ايميل مثلا وصلني زي برنسس دي من جي، ومكتوب السبجكت بتاعه ومكتوب البادي، ولقيت في اتاتشمنت بتظهر تحت بالشكل ده بالظبط، وجيميل بيديني تو اوبشنز. اول اوبشن هو ان انا اعمل لها داونلود، تاني اوبشن الدرايف بتاعي، يعني يا اما احطها على اللوكال ستورج يا اما احطها على الكلاود ستورج بتاعتي، او ان انا ممكن اعمل لها بريفيو قبل اصلا ما اسيفها، اشوفها الاول واشوف اذا كنت فعلا احب احتفظ بيها على ايا كان احتفظ بيها اما اسيفها. في بقى حاجة اسمها vacation responder. ازاي اشغل الفاكيشن ريسبوندر بتاعي او ازاي اعمل له اون واوف؟ برضو بنرجع ندخل تاني على السيتنجز، وفي الجنرال تاب بيبقى في حاجه اسمها فاكيشن ريسبوندرز، لو نزلنا تحت شويه هنلاقيها موجوده. اوف دي خلاص انا ما عنديش حد او ما عنديش خلينا ناخد مثال زي ما قلنا، احنا انا شغاله في شركه ومعايا جروب من الاشخاص شغالين معايا وبنتراسل بالميلز بتاعتنا، تمام. بيقول لك ان الفاكيشن ريسبونس ده بيبعت اوتوميتد ريبلاي لاي انكومينج مسج، اي مسج بتوصلك في الانبوكس بيبعت لها ريبلاي، بيبعت ريبلاي انت مخصصه وكاتبه اوريدي هنا بالسبجكت بتاعه وكاتب كل حاجه، كاتب مسج جاهزه بتتبعت لاي شخص بيبعت لك ايميل. لنفترض ان انا في اجازه لمده 4 ايام، فانا هبعت ان انا في اجازه لمده 4 ايام، انتوا تقدر تتواصل معايا تاني بعد ال4 ايام ما ينتهوا بتاريخ كذا. ففي شخص بعت لي مسج، بعت لي ايميل ومحتاج ان انا ارد عليه حالا، هيبدا يوصله الفاكيشن ريسبوند فهياخد باله ان انا في فاكيشن ومش هقدر ارد عليه، فيتوقع ديلي في الرد. ودي بتفيد جدا الاشخاص اللي شغالين او عموما كلنا في حياتنا محتاجين زي ريميندر للاشخاص التانيين انه انا مش متاحه في الوقت ده، او حد يرد مكاني بان انا مش موجوده، بحيث اقدر اكون سايبه الجيميل وانا مطمنه انه مفيش حاجه ارجنت انا سايباها ومحتاجه الرد وانا ما بردش، او انه كان المفروض ارد على الشيء دوت وانا ما ردتش عليه. زي ما اتفقنا لو احنا مش عايزينها خلاص انا هقدر ارد بنفسي، بنعمل اوف. لو انا عايزه اعمل اوتوميتد ريبلاي لنفسي بختار فاكيشن اون، بختار الفيرست داي بتاعي وبختار اللاست داي اخر داي انا عايزاه، او ممكن اختار الفيرست داي وما اختارش لاست داي خالص، يعني اسيبها اوبشنال، واكتب المسج اللي انا حباها تظهر للاشخاص اللي هيبعتوا لي مسجز. اوكي. عارف بقى ازاي اورجانيز الانبوكس؟ في حاجه اسمها ليبلز مع فولدرز، ازاي اسويتش من الليبلز للفولدرز؟ اغلب زي ما هو بيقول لك هنا انه في الاذر ايميلز البروجرامز الايميلز التانيه هو بيستخدم الفولدرز عشان يستور الايميلات، عشان احفظ الايميلات بس استخدم حاجه اسمها فولدرز، ولكن الجيميل بيستخدم الليبل عشان يقدر يورجنايز الايميلز بتاعتك. انت تقدر تطبق اكتر من ليبل للايميل،
تقدر تعمل also ايه تاني، ان انت في البان بتاعتك، او ان انت تعمل، او ان انت حتى تعمل سيرش في كل الايميلات بالليبل. يعني خلينا الاول يعني ندي مثال مثلا على الليبل. نفترض انه احنا عايزين جيميل اكاونت. خلينا نجرب اخر تجربة، وايا كان الميل اللي هيفتحه عليه هنطبق عليه بالظبط. السهم اللي لونه اللي انا هلونه باللون الاصفر ده اعمل بيه ليبل. ببدأ اعلم مجموعة من الايميلات عن طريق ان انا اضغط على زر. فيبدأ يسيف الليبل ده. طيب انا هل انا ليبلز لنفسي؟ اقدر اكريت ليبلز كاستم لنفسي عن طريق السيتنجز، بس المرة دي هدخل على ليبلز وهسكرول، هسكرول داون، هفضل انزل 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 خالص لحد ما الاقي كلمة كرييت نيو ليبل ابتدت تظهر لي. هعمل ايه؟ هعمل انتر، هانتر الجيميل تيم بتاعي كانه نيو ليبل نيم، كان ده النيم بتاعي، وهضغط على كرييت. دي بيقول لك لما بتضغط على الليبل، على علامة الليبل السهم الضخم شوية، بيبدأ اللي انت عملتها كرييت، وانت تقدر تختار اي ليبل انت حابب تخش عليه. عرفنا منين بنكريت ليبل؟ وقلنا ان احنا لو حابين ابلاي الليبلز دي، الصوره دي اوضح كتير. ادي علامه الليبل، وبيقول لك انه نفترض انت، احنا زي ما كريتنا في الاول خالص انه في ليبل اسمه تيبس، احنا ده اللي كريتناه وحددنا الاثنين ليبلز دول على انهم تيبس. فابتدى يظهر لي جنب كل واحد فيهم اسم الليبل اللي هو متسيف فيه. دي طريقة أسهل جدا إن أنا أعمل أورجنايز، أو إن أنا أقدر مثلا زي ما فتحت الميل بتاعي كان فيه 62 جيميل أو 62 إيميل أنا استقبلتهم، فإزاي أقدر أحدد الإيميلات أو الأشياء اللي بتوصلني بشكل أحسن، إزاي أقدر أورجنايز الشكل قدامي بحيث إن أنا أما أبقى داخلة أقدر بسرعة أشوف اللي أنا عايزاه أو أوصل للي أنا محتاجاه، اقدر اضيف كولر للليبل بتاعي. اوكي طيب تعالوا ده فقرة الاورجنايز. اوكي تعالوا نفايند. في عندي بار فوق، بار سيرش، ده بيعمل ايه؟ ده بسيرش في الانبوكس بتاعي. لنفترض ان انا بدور على ايميل وصلني مثلا من 6 شهور، انا كل اللي فاكراه ان الايميل دوت تقريبا كان من الجيميل، جيميل تيم، ميلز من الجيميل تيم من فتره، فمش قادره افتكر حتى الليبلز اللي انا كنت عامله، اللي انا كنت محددها للميلز ده. فباجي على السيرش بار واكتب اي جزء انا فاكراه، او اي بارت فاكراه من السبجكت، من الميل نفسه، بيبدا يسيرش في الميلز كلها، سواء السنت، سواء الانبوكس، سواء ايا كان الليبلز اللي انت حاططها، بيبدا يسيرش وبيبدا يجيب لك ال بيبدا يجيب لك السيرش بتاعك الشيء او الميل، او يوصلك للريزلت اللي انت حابب توصل. طيب لو ضغطت على السهم اللي كان جنبه، بيبدا يقول لك انت مثلا مش فاكر حاجات معينه او فاكر حاجات معينه، طب زودني بشويه معلومات زياده. مثلا من فروم هنا انا فاكره انه كان من الجيميل، فهكتب جيميل. هذا words انا على ما اتذكر ان كان مكتوب فيه كلمه انبوكس، فهكتب كلمه انبوكس. date وزن، لو انا فاكره هو جالي من وقت قد ايه، من يوم مثلا، او جالي optional، مجرد ما بكتب اي كلمه هو هيعمل سيرش بايا كان نوع الداتا او عددها اللي انت بعتها له.
طيب ايه السيجنتشر؟ تعالوا اخر حاجة تقريبا، ان انا هكريت سيجنتشر. عبارة عن ايه السيجنتشر دي؟ خلينا متفقين ان انا شغالة في شركة والبوزيشن بتاعي سوفت وير انجينير، فانا عايزة ابعت الميلز بتاعتي ويبان في الميل البوزيشن بتاعي، اسمي، رقم تليفوني، الميل بتاعي اللي هو طرق التواصل بتاعتي او التوقيع زي ما اسمها بالعربي. اقدر ازاي اضيف سيجنتشر بدل ما كل مرة ببعت ايميل ادخل انا اكتبها، او حتى ممكن اتحكم في شكلها بحيث ان انا اكستمايز الشكل بتاعها يبان بشكل الطف ويكون فيها الوان، ومش كل مرة هضيع وقت ان انا اقعد اعملها كده، او مثلا اعملها بشكل بره وكل مرة لازم اروح اجيبها كوبي بيست. طب ما انا ممكن انسى في مرة. جيميل اختصر عليا، زود لي فيتشر اسمها سيجنتشر، اقدر اضيف توقيع للميل بتاعي. بتدخل على السيتنجز وفي الجنرال تاب هنلاقي فيه جزء للسيجنتشر، لو ضغطنا على اول واحده نو سيجنتشر دي هيمسح او مش هيبعت السيجنتشر بتاعتك. تاني واحده دي هتبدا تكتب التكست اللي انت حابب يظهر، وكل مره بتبعت ايميل كل مره هيظهر فيها الجزء اللي انت بتكتبه كسيجنتشر. بيقولك بي كرييتيف، انت تقدر تستخدم من اللي انت تقدر تلون في التكست بتاعك، تقدر تتحكم في السايز بتاع كل والفونت بتاع كل كلمة بتكتبها، وبتدوس سيف تشينجز وبتطلع ساعتها بتقدر تكريت نو السيجنتشر بتاعتك. في لاب الجيميل احنا عرفنا الجيميل عموما انه عبارة عن ايه، عرفنا بنبعت الميل، بنكريت ايميل، بنسند ايميل، بنريسيف ايميل، ازاي اقدر اورجنايز الانبوكس بتاعي عن طريق استخدام الليبلز وغيره، ازاي اقدر اسيرش على ايميل معين، نفترض ان انا مش فاكره فيه جزء وفاكره اجزاء تانية، فاكره كلمه منه، ازاي اقدر اكريت سيجنتشر تساعدني في ان انا اوفر وقت كل مره اكتبها فيها. ده كان الجميل. ازاي بنتهي بالكورس بتاعي؟ خلاص انا congratulations وصلت لنهايه اللاب، ببدا اضغط end lab. اوكي لا انا مش عايزه ابعت نوتس فبكنسل. انا كده تمام كملت اول لاب. لما اجي ارجع هلاقي اول لاب اتعمل له علامه صح خضراء. ده كان اول لاب في الكويست، كان اول ليسون معانا في الكورس. عذرا، هناخد بريك سريع جدا ونرجع نكمل بقيه اللابات.
اوكي يلا نكمل. تعالوا قبل ما نكمل اللاب التاني، بس راح اعرف الاول الصوت شغال ولا لا. طيب هو تمام اعتقد. تعال نكمل بقية النوتس او نكمل بقية السلايدز اللي معانا لحد ما مثلا اللي بياخد بريك معانا يرجع تاني. ازاي احصل على السكند فري مانس؟ في حاجة حلوة قوي كويك لابس بيعملها، انه لما بتخلص كويست كامل، تخلص اللابات بتاعته، بيديك بادج، بيديك زي شكل كده او زي شهادة مصادفة. انا هوريكم شكل البادج كمان شوية. تقدر تستخدمها ان انت تزود الانجاز بتاعك، او ان انت حصلت على الكورس دوت بيتكلم عن كذا على لينكد ان. وكمان لو انت خلصت الكويست النهاردة كامل، هتقدر تاخد شهر كمان فري، يعني تقدر تستمتع وتتعلم على كويك لابس لمدة شهرين فور فري، ايا كان الكويست اللي انت داخل تتعلمه. طيب خلينا شوية عن نتكلم الأول عن أشهر الأسئلة والأجوبة. عشان تبقى ليرنر محتاج تكون عشان تريجستر في الكولابس، محتاج يكون عندك إيميل، لازم يكون عندك إيميل علشان تقدر يكون عندك أكاونت على كويك لابس. إيه هو الكويس؟ إيه الفرق ما بينهم؟ ليسون واحد او درس واحد، انما الكويست هو كورس كامل مجموعه من الدروس. هل ينفع ارن اتنين لابين مع بعض، تو لابس مع بعض؟ هل ينفع اشتغل على اتنين لاب مع بعض؟ لا، هو لازم لاب واحد بس في المره الواحده. خلاص انا فتحت لاب وعملت ستارت وابتديت اشتغل على اللاب، خلاص بقى يعني اخلص اللاب ده الاول وبعدين ابدا لاب تاني لو انا محتاجه. طيب ايه هي البادج وامتى بحصل عليها؟ زي ما اتفقنا، اللي بحصل عليها لما بخلص الكويست بالكامل، وبتضاف لي في الماي ليرنينج، وهنشوف ماي ليرنينج دي كمان خطوه. هل هايرد او لازم ان انا استخدم انكوجنيتو مود او المتصفح الخفي؟ دي هايلي ريكومندد. ليه؟ علشان اقدر اتجنب الكومن ايشوز، زي انه احنا عارفين انه عموما الجوجل بتحتفظ بأي ايميل انت بتسجله علشان يبقى سهل انك تدخل عليه تاني. فتخيل مع لاب جديد هتحصل على ايميل جديد عشان تطبق شيء تتعلمه. لو انت بتشتغل على متصفح عادي، جوجل اكاونت عندك هيبقى مليان اكاونتس. انا لو خلصت 5 ليسونز النهارده او خمسة لابس، هيبقى عندي 5 new accounts على جوجل. هيبقى الاكاونت بتاعي و5 new accounts على 5 new accounts بتوع بكره، وكل ما تتعلم اكتر كل ما العدد بيزيد. فهيبقى ايشو صعبه جدا ان انت كل مره تخش ومجهود ان انت تمسح الاكاونتس دي. انما الانكوجنيتو مود، انت دخلت وعملت ساين ان واشتغلت وتعلمت على الخمس لابات، اول ما بتضغط على الكلوز وبتقفل الانكوجنيتو مود، بينسى خالص ان انت دخلت على الاكاونت، يفش اي داتا منها ولا حتى الميل نفسه. هل ينفع تحصل تاخد 2 سبسكريبشن ات ذا سيم تايم؟ يعني ينفع احصل على 2 سبسكريبشن في نفس المره؟ لا، هو بس 1 سبسكريبشن في المره. يعني خلاص انت حصلت على 1 سبسكريبشن، استمتع بالسبسكريبشن بتاعك وتعلم عليه. هي بتبقى مره واحده اكتف ات تايم. هل ينفع اشتغل تليفون سيشنز؟ انه الناس كانت بتيجي بالموبايل او بالتابلت بدون اللابتوب. هو حاليا كويك لابس هو بلاتفورم ديزاين بس او مخصصه للديسكتوب، لللابتوب، للكمبيوتر. يعني ما ينفعش خالص لموبايل ولا تابلت. هيفتح معاك بس مش هتلاقي اكسسبل زي ما
بتقدر تأكسس وبتقدر تتعلم، ومش وفي حاجات كتيرة جدا هتواجهك ومشاكل في الموبايل أو التابلت هتعوقك في مرحلة التعلم. لنفترض ان انت خلصت الكويست وتقول ان انت بيقولك I finished one full quest and didn't get my second 3 months. هو actually automatically بعد ما بتخلص الكويست على طول لازم بيحط لك الشهر التاني، وبيتحط هو بيقول لك after first 3 months expires، اول ما المانس الاولاني او الشهر الاولاني expire انت تلقائيا بتاخد الشهر التاني طالما خلصت الكويست بشكل كامل وخدت البادج. لو الاكونت بتاعك حصل له بلوك او حصل اي مشكله ايا كانت، زي ما اتفقنا في الاول ان احنا هنكلم السبورت، في طريقتين. لو انت اوريدي على اكونت الكويك لابس فهتخش تكلمهم عن طريق الشات، او لو نفترض ان انت بلوكت اصلا مش قادر تدخل على الاكونت، ده الميل بتاعهم support@quicklabs.com، تقدر ترسلهم بيردوا عليك وبتبعت لهم كل الداتا اللي هم محتاجينها وبيحلوا لك المشكله في اسرع وقت. خلينا نتكلم بقى عن أهم حاجتين النهاردة، الـ Attendance Certificate وليه أنا محتاج إن أنا Attendance Certificate تيجي شهادة بتقول إن أنت حضرت G-Suite وعارف G-Suite وشفت الشرح. بتقدر تاخدها عن طريق إن أنت تملى الفورم فيدباك، مهم جداً إن احنا نملى فورم الفيدباك، ده اللينك بتاعه bit.ly/studyjam-feedback. عشان تقدر تحصل على السيرتيفيكيت لازم تملى الفورم، من غير الفورم مش هتقدر تحصل على الاتندنس سيرتيفيكيت. وتاني حاجه ودي يعتبر البيج جيفت، يعني لو خلصت 3 كويستس لو خلصت هتقدر تحصل على فري كورسيرا، فري مانس في كورسيرا. كورسيرا معروف انه بلاتفورم مشهورة جدا بالكورسز اللي فيها، وبيبقى أغلبها أو المهم فيها بيبقى بيت. أنت تقدر عن طريق أنك تخلص 3 كويست في خلال الفري مانس اللي مفتوح لك على كويك لابس، أنك كمان تاخد فري مانس على كورسيرا. طيب ده عن طريق إيه؟ أنت بعد ما بتخلص 3 كويست بتخش تملى فورم الستادي جامز داش كورسيرا. طيب هيدخلنا على نقطة مهمة جدا، أنا مثلا خلصت 3 كويست وعايز أملى الستادي جام، فورم الستادي جام كورسيرا، بحيث إن أنا أحصل على الفري مانس على كورسيرا. طيب أنتوا بتعرفوا منين إن أنا خلصت 3 كويست؟ أنت مليت الفورم، اللي بيستقبل الفورم بيعرف منين إن أنت فعلا خلصت 3 كويست وفاليد إن أنت تاخد ال3 شهور. انا عندي كويك لابس اهو، خلينا نقفل دي الاول، بضغط على ماي ليرنينج موجوده هنا مع الهوم والكتالوج. ماي ليرنينج دي بتعرض لي الكورسز اللي انا انكمبليت اللي انا خلصتها، ان بروجريس سوري اللي انا شغال عليها، الفيفوريتس بتوعي والكمبليتد كورسز. انا مثلا خلصت كل الكورسز دي، فهو كاتب لي الكورسات اللي انا خلصتها وكاتب لي خلصت ايه ومخلصتش ايه، بيشرح لي كل اللي انا بعمله وبتعلمه والبروجرس بتاعي في التعلم. مفروض ان في الصفحه هنا هتلاقي في حاجه اسمها view public profile، تعال نجيبها من السلايدز عشان اوكي. باجي من عند my learning وبفيو بابليك بروفايل. لنفترض ان انت اول مره ليك في كويك لابس فانت ما عندكش بابليك بروفايل، فهتعمل ايه؟ لما بتيجي تضغط على فيو بابليك بروفايل بيظهر عندك حاجه اسمها انت عايز تشير البادجت بتاعتك مع البابليك بروفايل، فهتميك واحد جديد. ده لو انت ما عندكش، لو انت عندك اوريدي بتضغط على فيو بروفايل بيظهر على طول البروفايل بتاعك. قلنا تاني بنجيبها منين؟ بنجيبها من my learning. تعالوا نرجع نجيب كده البابليك بروفايل بتاعي، ادي البابليك بروفايل، بيظهر اسمي، بيظهر اللابس اللي انا خلصتها، بيظهر الكومبليتد كويستس،
الكورسز اللي انا خلصتها، بتاخد اللينك من فوق اليو ار ال نفسه وبتبدا تحطه في الفورم، فتقدر تحصل على الفري مانس في كورسيرا. اوكي، يبقى اتفقنا ان انت عشان تاخد الاتندنس سيرتيفيكيت لازم تملأ فورم الفيدباك، وعلشان تقدر تحصل على الفري مانس على كورسيرا تقدر تاخد، تقدر تخلص 3 كويستس على كويك لابس وبعدين تملى الفورم ستادي جام داش كورسيرا. شويه نوتس كده، دي مش بس السيشن الاونلاين، في سيشنز تانية كتير عملناها قبل كده بتغطي التوبيك ده برضو، وتوبيك تانية من اكسبرتس وسبيكرز تانيين. تقدر تلاقي السيشنز دي متوفره على جي دي ار اونلاين 2020، هيدخلك علشان ال جي دي جي مينا من الريجن. وتقدر كمان تبص على الفول سكاديول، ده مش بس السيشن في فبراوري، في سيشنز تانية كتير، تقدر تبص على باقي السكاديول وتعرف التوبكس اللي هنناقشها الفترة الجاية ومواعيدها. اللينكين متوفرين، جي دي ار اونلاين 2020 وجي دي ار اونلاين فبراوري 20، ده بس مخصص لسكاديول شهر فبراير. نخش بقى على تشالنج شهر فبراير. احنا الشهور اللي فاتت كان عندنا تشالنج، الشهر اللي فات كان عندنا تشالنج الماشين ليرنينج، وما اختلفش كتير عن عن الاسيستنت، ولكن الشهر ده عندنا تشالنج بيتكلم عن جوجل اسيستنت. طيب ازاي ادخل على التشالنج؟ انت بتضغط على بتدوس سوري على اللينك دوت، او بتكتب اللينك دوت من 13 day 4، بتملى الفورم وبتبدا تحل الكويستس اللي موجوده، والكويستس اللي موجوده اول ما بتخلصها بتوين. هتوين ايه؟ الناس اللي هتقدر زي ما اتفقنا الفيرست ميت اندرويد اب او ناس او اسيستنت اكشن ببلشرز في فبراير هيقدروا يحصلوا على جوجل هوم ميني. اما بالنسبه لل 200 وينرز اللي هم هيحلوا 5 كويستات في شهر فبراير، هيبقى فيه سبيشال جيفت بوكس، زي سبيشال جيفت بوكس بتاع الماشين ليرنينج بالظبط. تقدروا تعرفوا اكتر عن التشالنج، وتقدروا تعرفوا كمان عن الهدايا اللي قبل كده اتحطت في المنى في التشالنج بتاع الماشين ليرنينج عن طريق هاشتاج منى 13 دايز اون اسيستنت، او لو غيرت كلمه اسيستنت ماشين خشوا على الماشين ليرنينج. تعالوا بقى نكمل الكويستس بتاعتنا. احنا كنا بنتعلم في ايه؟ كنا بنتعلم في الجي سويت. اوكي، هندخل على ايه؟ هندخل على الدرايف. انا بحس ان اهمهم الدرايف. هو مساحة تخزينية موجودة على الانترنت بتتيح للمستخدم بتاعها انه يستور او يسيف او يحفظ الملفات بتاعته بكافة اشكالها وانواعها، من فوتوز لمايكروسوفت لوورد دوكومنتس لاكسل شيتس وغيره من الحاجات اللي انت تقدر تستور على الكلاود او على الانترنت. تقدر كمان تعمل تشينج للدوكومنتس اللي انت حابب تستور الديكومنتس دي وتحولها لجوجل ديكومنتس بسهولة. وتقدر كمان زي ما قالك convert your word file to جوجل ديكومنتس أو شيتس أو سلايدز بكل سهولة. انت بتفتح الفايل وتضغط على convert your word file. اوكي، ايه اللي هنعمله في اللاب النهاردة؟ احنا كل اللي هنعمله في اللاب ان احنا هنحاول نابلود ونستور فايلز على الدرايف، ان احنا نرفع فايلز موجوده على اللوكال ستورج بتاعتنا نرفعها على الدرايف. هنحاول ناكسس ابديت الفايلز اوريدي اللي موجوده. خلاص انا رفعت فايلز عايزه اشوفها او عايزه ادخل عليها، عايزه احدث فيها حاجه او ازود فيها حاجه، ازاي اقدر اورجنايز واسيرش واشير مع الكولابريتورز بتوعي او التيم ميتس. البريكويستس بتاعتي، كل البريكويستس اللي انا محتاجاها ان انا يكون عندي جوجل درايف اكاونت او الجي سوت اكاونت، ويكون عندي فايلز موجوده على اللوكال كمبيوتر بتاعي.
دي نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. تعالوا نستارتر لاب ونسمي الله، ادي ستارتر لاب. اوكي، بنجيب منين الدرايف او منين بنحصل على اب جوجل درايف؟ عن طريق نفس الثلاث او التسع نقاط اللي كانوا بيظهروا لي. لو ضغطت عليهم هيبدا يظهر لي الابس المتاحه ليا، هضغط على الدرايف وهفتحه. تعالوا ندي محاوله. انا اعتقد انها مشكله نت. اوكي، انا كده بجرب احاول ادخل من جديد. الباسورد بتاعي. حلو، دخلت على الكورس. فين الدرايف؟ ادي اللاب بتاعنا اللي احنا اوريدي كنا شغالين عليه، هو اوريدي مكمل، احنا نسينا نعمل اند لاب. اوكي، تعالوا نجرب تاني. هنبدأ ندخل اكونت، ناخد اليوزر نيم ثم ناخد الباسورد. اوكي، اكسبت. برضو هاكسبت. هنا دخلني على الجوجل ادمن او الادمن كونسول. باجي من هنا اضغط على الدرايف، اتمنى يفتح. برضو فتح الدرايف بتاعي. اوكي، طيب. اوكي، احنا برضو للاسف في اللاب دوت هنشتغل على اللاب نفسه، على ال هنشتغل على السكرين شوتس اللي موجودة في اللاب، بس انتوا تقدروا تطبقوا عادي جدا، مفيش اي مشكلة هتواجهكم. ايه المشكلة عندي؟ انا عندي في الاكونت. ازاي اقدر ابلود فايلز للدرايف؟ احنا اتفقنا الاول ان احنا بنفتح الدرايف منين، زي ما جربنا المرة اللي فاتت، ان انا بضغط على النقاط دي وابدأ اضغط على الدرايف، هيبدأ يفتح لي اوبن تاب جديد وهيظهر لي شكل الدرايف بتاعي. اوكي، لما يظهر لي شكل الدرايف بتاعي هبتدي اضغط على كلمة نيو او جديد لو انت عندك مثلا بالعربي، واختار اول اوبشن اللي هو فايل ابلود. بعد كده هيظهر عندي زي ويندو، هيديني اللوكال ستورج بتاعتي، الماي كمبيوتر، ديسكتوب، ايا كان الفايل اللي انا عايزة اعمله ابلود، هبدأ اختاره وابدأ اعمله ابلود. طيب، ده لو انا عايزه اعمل ابلود، لنفترض مثلا انا عايزه اعمل اول فولدر وبعدين احط فيه الفايل، بختار برضو كلمه نيو، بس بختار فولدر ابلود، لا نيو ونيو فولدر. هنا في الاوبشن ده بيقول لك لو انت اوريدي عايز تابديت، اللي هو عايز ترفع فولدر كامل. نفترض ان انا مثلا عندي فولدر فيه 100 صوره، انا مش هقعد مثلا ارفع صوره 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 واخد 100 خطوه، لا انا عادي اقدر جدا ابلود الفايل الفولدر كله على بعضه مع بعض. تمام، دي بتظهر لي الويندو، دي بتظهر لي تحت في الجزء ده من الشاشه، بيبدا يحمل عندي كل الحاجات اللي انا عامله لها ابلود، واول ما بينتهي الابلود بتاعها وبتترفع بشكل ناجح على الاستورج بتاعتي، بيبدا يعمل لي عليها علامه صح. ازاي اقدر اكسس الفايلز بتاعتي؟
خلينا بس نشوف علشان نبقى واضحين في الصورة، لأنه ما عندناش مثال حي عن عن صورة الدرايف. ادي الدرايف، ودي كلمة نيو، دي اللي بضغط عليها بتديني الاوبشن زي نيو فايل، نيو فولدر، ابلود فايل، ابلود فولدر. اوكي، ازاي بقى اقدر اكسس الفايلز بتاعتي؟ عذرا، اقدر اكسسها عادي جدا عن طريق ان انا سوري، هو هنا عايز يقول لك ازاي تاكسس الفايلز بتاعتك اوفلاين. يعني اولا الدرايف هو ستورج على الكلاود، يعني انت تقدر تدخل لها عن طريق الانترنت. بس الدرايف يقدر يديك ميزه جديده، انه انت ممكن تاكسس الكلام دوت اوفلاين. بمعنى انا عندي نت وفتحت الدرايف بتاعي وابتديت اشتغل على دوكمنت معين، وفجأة الانترنت اكسس بتاعي ما بقاش موجود، الفايل مش هيقفل والبروسيس اللي انا شغالة عليها مش هتقف، انا هقدر اكمل او حتى هقدر اكسس بقية الفايلز بتاعتي على الدرايف او الويندو اللي انا فتحاها بشكل اوفلاين. ده اقدر اعمله ازاي؟ ده عن طريق ان انا اوريدي ادي الاول بيرميشن للدرايف ان هو يشتغل اوفلاين عادي. فباجي هنا عن طريق السيتنجز وبتشيك عند الاوفلاين ان انا اقدر عادي اكريت واي جوجل فايلز او اي فايلز موجوده عندي على الدرايف واقدر اديت عليها جدا. بالظبط، اكريت، اوبن، اديت اي فايلز موجوده عندي، وبعدين بعدها بكليك دون. اوكي، ازاي اقدر اشوف الابديتس بتاعتي؟ بيقول لك انه في السكشن ده احنا هنتعلم مع بعض ازاي نبريفيو ونداونلود الستورج اللي موجودة على الويب، وازاي اقدر اوبن الفايلز دي، وازاي ابديت الدرايف فايلز، وازاي اعمل لها ديليت وريستور. اول حاجة البريفيو، علشان زي نظرة سريعة كده على الفايلز اللي موجودة عندي، انا اقدر ادوس عليها كليك يمين واختار بريفيو، او ان انا ممكن ادوس عليها دبل كليك دبل كليك وهتظهر لي عادي. تمام، ازاي دي عشان اوبن الفايل. طيب ازاي اقدر اريستور الفايلات اللي كانت كرييتد او كانت موجوده اوريدي في الفايل؟ عشان اريستور الفايلات اللي موجوده عندي بيبقى في حاجه اسمها اول حاجه خالص بتظهر لي الفايلات الكويك اكسس عليها اللي انا اوريدي كنت لسه فاتحاها اقدر ادوس عليها، وبيبقى في حاجه كمان عندي اسمها تراش، في حاجه اسمها كويك ريسنت، سوري ريسنت، بتديني زي كويك لوك كده عن الكويك لوك عن الفايلات اللي انا لسه قافلاها. انما عشان ريستور فايلز اوريدي انا عامله لها ديليت بلاقيها موجوده عندي جوه التراش، بعمل ديليت بخش على التراش بلاقيها موجوده اوريدي، اقدر اضغط عليها كليك يمين واعمل لها ريستور. تمام، طيب ازاي اقدر اديليت الفايل بيرمنتلي؟ احنا ممكن ناخد بس دقيقتين مجرد ما الاذان يخلص ونرجع نكمل الكويست تاني.
تمام. رجعنا تاني، الحمد لله ما خدناش كتير من وقت اللاب. ازاي نقدر نديليت الفايل بيرمانتلي، ازاي نقدر نمسح الفايلز كلها خالص. احنا اتفقنا ان احنا لما بنعمل ديليت لفايل بيتحول للتراش، وبعد كده اقدر اعمله ريستور. طيب لنفترض ان انا عايزة اديليت الفايل تماما، بديليت الفايل تماما من ان انا برضو رايت كليك على على الفايل نفسه من من التراش وبعمل له ديليت فور ايفر، خلاص انا مش هقدر اوصل له تاني في التراش بتاعتي. او ان انا مثلا افترض ان انا عندي فايلز كتيره قوي وعايزه افضي التراش او عايزه اخد المساحه اللي التراش واخداها، في عندي اوبشن ان انا اضغط على امتي تراش هنا. اول ما اضغط على امتي تراش هو بيمسح كل الاشياء اللي موجوده بشكل كامل من التراش، ما اقدرش اعمل لها ريستور تاني. طيب ازاي اورجنايز، او ازاي الاورجنايزنج عموما؟ عن طريق ان انا بكرييت فولدرز، ببدا اوزع او اورجنايز الفولدر الفايلز بتاعتي على حسب، بموف الفايلز للفولدرز واقدر اعمل سيرش. اتفقنا ان احنا نقدر نعمل فولدر جديد عن طريق كليك نيو ونختار فولدر، بدوس بكتب عذرا بكتب اسم الفولدر اللي انا حابه اكتبه، بضغط على كلمه كرييت، خلاص بيبقى متكريت عندي. بقدر اموف علي عند الفايل. ازاي اقدر اموف فايل؟ ان انا بضغط عليه كليك يمين او رايت كليك واختار اوبشن موف تو، واختار اللوكيشن اللي انا حابه انقل لي الفايل، او ان انا بدراج ودروب ان انا بسحب الفايل نفسه واحطه جوه الفولدر اللي انا لسه عاملاه. ينفع اعمل حاجه اسمها ستار، ان انا استار الفايلز المهمه بالنسبه لي، بحيث ان انا لو مثلا عندي كذا فايل مهم مع بعض، بدل ما هم يبقوا في زحمه الفايلز التانية، ممكن اعملهم ستار واقدر اكسسهم بسهوله عن طريق الستار، وده سيكشن لوحده. واخيرا انه اقدر اعمل سيرش او ان انا اصورت الفايلز. السيرش هنا ما اختلفش كتير عن السيرش في الجيميل، برضو بيديني اوبشن ان انا اختار التايب اللي انا حابه. انا حابه اسيرش مثلا عن كل الجوجل فوتوز، او عن كل او عن كل الفايلز اللي من نوع الدوكيومنتس، او من كل فايل نوع شيتس، بكتب او بكتب العنوان او بكتب كلمه كانت موجوده في الفايل، ايا كان اللي انا هعمل له سيرش او اللي انا فاكراه هكتبه، وجوجل هيقدر جوجل درايف هيقدر يحصل عليه. تاني حاجه بقى ان انا اعمل شير اند كولابوريتورز، ان انا شير او شير فايل. لافترض مثلا انا السلايدز بتاعتي، السلايدز بتاعتي دي عباره عن سلايدز، جوجل سلايدز. جوجل سلايدز دوت برضو من ضمن الفايلز اللي موجودة عندي على الدرايف الشخصي بتاعي. طيب أنا عايزة أشير السلايدز دي مع الناس اللي موجودين في اللايف النهاردة، أقدر أضغط على كلمة شير وأقدر أتحكم الناس دي تقدر تأدت ولا تفيو بس، ولا تشوف وتسيب لي كومنتس على الأجزاء معينة، أو إن أنا باخد بكتب طبعا أسامي الناس اللي انا حابه الفايل دوت، او ان انا بجيت شيرابل لينك، ان انا بحصل على لينك اقدر اعمله بيست في اي مكان، والناس اللي تخش عن طريق اللينك ده يكون عليهم اكسس ان هما مثلا يشوفوا الفايل ده. مش بس الفايل، ينفع اعمل على الفولدرز، اعمل احنا اتفقنا ينفع اعمل على الفولدرز وينفع اعمل على الفايلز كمان. في اتفقنا اللي هي الاكسس ليفل، اذا كان الشخص ده يقدر يفيو، يقدر يبقى يأدت على الفايل، او انه حتى يحصل على الاونرشيب بتاعت الفايل، ان الشخص ده يقدر يكون هو الصاحب او المسؤول عن الفايل ويتنقل للدرايف الشخصي بتاعه. اوكي، احنا كده المفروض انتهينا من اللاب بتاعنا. دي ديتيلز عن الشير والكولابريتورز. اوكي، خليني ادي كام تيبس صغيره. في كل لاب بيبقى عندنا ريسورسز كتيره جدا
تساعدك ان انت تتعلم من overview للاب بشكل عام انت محتاج تعرف ايه للاشياء اللي انت هتتعلمها للprequests. ده عموما مش بس في الكويست دوت، موجود في اي كويست موجود على كويك لابس. تقدر تاخد بريفيو عامة عن اللي انت محتاجه قبل ما تبتدي اللاب بحيث ما تواجهكش اي مشاكل. الميزة في كويك لابس او الشيء اللي انا بفضله انه كويك لابس بيشرح خطوة خطوة، لدرجة كمان انه بيديك جي اي افز او سكرين شوتس للشيء اللي انت بتحاول تعمله او تتعلمه، بحيث الموضوع يبقى اسهل كتير جدا وانت بتطبق بشكل عملي ان انت شايف الخطوات قدامك وبتطبق زيها. ده غير الشرح المفصل جدا عن كل حاجة. فلنفترض مثلا انه انت النهاردة استفدت بنسبة 10% 20% وحابب تكمل النسبة دي، لما بتيجي تعيد اللاب تاني انت مش محتاج لما بتيجي تسمع السيشن ان انت تكتب مثلا ورايا او ان انت تاخد سكرين شوتس من اللي انا بعمله او تسجله، لا هو اوريدي اللاب كده كده شارح كل التفاصيل والديتيلز اللي ممكن تحتاجها خلال ما انت بتتعلم. انت كل اللي بتعمله ان انت مجرد بتمشي وراه خطوة بخطوة، بتبدأ تنفذ كل الكلام اللي مكتوب، بيبدأ يشرح لك كل حاجة in details، بيبدأ يشرح لك في كل section انت داخل تعمل ايه بالظبط ومحتاج تعمل ايه. في الكويستس مثلا تتكلم عن الجي سي بي او الماشين ليرنينج او اللي بتدخلك عموما على الجوجل كلاود بلاتفورم نفسها، لما بتيجي تدخل عليها بيبدأ يساعدك في انك ازاي تكتب الكوماند الفلاني، ازاي تعمل الحاجة الفلانية. بيقدم كل انواع وسبل المساعده. لنفترض انا مثلا زي ما واجهتني النهارده مشكله في الكويست ان انا مش قادره ادخل على الدرايف الخاص بالجي سويت اكاونت اللي هو بيديهولي، انا اتصرف ازاي في الحاله دي؟ احنا قلنا ان اول اوبشن بيعمله انه احنا بنخرج خالص من الاكاونت بتاعنا على كويست على كويك لابس وبنبدا نعمل ساين ان تاني وبنبدا نحاول مره تانية مع اللاب. لنفترض ان المشكلة لسه زي ما هي، بفتح الشات وببتدي اكتب اسمي والايميل بتاعي وابدأ اكتب المسج بتاعتي، اكتب لهم مثلا انا مش قادرة اوصل للابس على الجي سويت اكاونت اللي بتديهولي في اللاب. في خلال نفس الوقت بيرد عليك شخص وبيبدأ معاك بالخطوات في حل المشكلة. انا حصلت معايا مشاكل زي كده كتير وتواصلت مع الشخص مع اكتر من حد من كويك لابس دعم يعني، وقدرت احل المشكله والناس هيلبفول وسريعه جدا في الرد. ده كان تاني لاب. الكويست بتاعنا فيه بيتكلم عن حاجات تانية كتير زي الهانج اوت، زي الكالندر، زي جوجل شيت وغيرهم. احنا نكتفي باتنين لاب النهارده. كان نفسي اكمل معاك كمان لابات بس لحد ما نحل المشكله التكنيكال اللي حصلت في الاكونت. خلينا اذكركم تاني بالنوتس المهمه جدا جدا. انت عشان حضرت السيشن بتاعت النهارده تقدر تاخد اتندنس سيرتيفيكيت عن طريق ان انت تملى فورم الاستادي جام فيدباك، او ان انت تاخد شهر فور فري على كورسيرا بعد ما تخلص 3 كويست. خلصت الثلاثة كويست تاخد لينك البروفايل لينك زي ما وضحنا، وبتحطه في الفورم الستادي جام كورسيرا وبتملى باقي البيانات. ساعتها هيتواصل معاك التيم وهيقدر يوصلك بالشهر او يقولك على الخطوات اللي تقدر توصل بيها للشهر فور فري. تقدروا تشوفوا السيشنز التانية بتبقى ريكوردد موجودة محفوظة على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب عن طريق جي دي ار اونلاين 2020. كمان تقدر توصل للفول سكادول لشهر فبراير كله، تقدر تتعرف على كل السيشنز اللي احنا هنقدمها او حتى قدمناها عشان تقدر توصلها بشكل اسرع في ريكوردد سيشن برضو عن طريق جي دي ار اونلاين فبراير 20. again if you want لو انت محتاج او عايز تخش تاني على التشالنج، عايز تعرف ديتيلز اكتر، تقدر تدخل على الهاشتاج على تويتر مانا 13 days on assistant. كل ما تتعلم وتسولف اكتر على كويك لابس نتقابل مرة تانية ونتعلم حاجة جديدة.